التحيه تتجدد مشاهدينا الكرام واللغه بحضراتكم في انطلاقه جديده من انطلاقات الخير والبركه يسير على بركه الله شوطنا السادس في تعداد شواط صباح هذا اليوم من مسافه الخمس كيلو مترات يسير هذا الاندفاع وهذا الشوط الخاص لاصحاب السمو الشيوخ ومن يرغب من أبناء القبائل نسير إلى الصدارة ونتابع المقدمة والمركز الأول اللي تندفع خير أهل محمد بن ناصر بن طويلب المنصوري اللي اندفعت على مقدمة هذا الشوط وعلى المركز الأول بينما الانتقال الى المركز الثاني لاجد الشاهنيه اللي تتقدم بشعار مانع بن خليفه بن رشيد السويدي اللي تندفع على ثاني المراكز بينما ننتقل الى المركز الثالث لاجد على المركز الثالث في هذه اللحظات وفي هذه المسيره تتقدم مشاهدينا الكرام على المركز الثالث في هذه اللحظات اللي وصلت لي هي الشايبة بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وعملية التضمير لدى سعيد بن سالم لنيبي اللي يراقبها في عملية التضمير والتدريب بينما الانتقالة إلى المركز الرابع رابع المراكز اللي تتقدم في هذه اللحظات واللي وصلت حملولة بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وسعيد بن سالم الينيبي اللي يتابعها بينما المركز الخامس خامس المراكز الغدوم والانطلاق من روعة لجمعة بن عيد بن عبيد المهيري اللي تحتل المركز الخامس بينما المركز السادس أرى الغدوم على سادس المراكز في هذه اللحظات اللي وصلت الشاهنية مد بن عتيق بن عبيد الرميثي اللي تحتل المركز السادس بينما سابع المراكز المركز السابع الباسله لسعيد بن غدير بن عبيد الك من يتقدم على المركز السابع بانطلاقه الباسله المركز الثامن هذه اللي وصلت وتقدمت متعبه بشعار سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم و خليفة بن سلطان بن رشيد اللي يتولى عملية تضميرها وتدريبها على المركز الثامن بينما المركز التاسع هذه اللي وصلت على تاسع المراكز في هذه اللحظات تتقدم أدنك بشعار نواب بن نوح بن أحمد البلوشي هكذا هي النتيجة مشاهدين الكرام أتممناها لحضراتكم في مسيرتي واندفاع هذا الشوط اللي يضم نخبه من هذه الاسماء الغويه والجميله اللي تزين ارضيه هذا الميدان في صباح هذا اليوم وبعود الى مقدمه الشوط بعود الى الصداره والى الشاهنيه اللي تابعها ابو خليفه مانع بن خليفه بالرشيد السويدي يا سلام عاشق السلاله الشاهنيه هذا الشعار اللي بالفعل عرف الكثير من الانجازات ومن الرموز اللي ايضا سجلها التاريخ مع شعار عاشق السلاله الشاهنيه مشاهدينا الكرام اللي سيطر على زمام الامور على ظهر الشهنية اللي مانع بن خليفة برشيد السويدي بينما المركز الثاني ارى الغدوم من خيرة لمانع بالن... بن محمد بن ناصر بن طويلة المنصوري نعم اللي يحتل المركز الثاني بينما الانتقال الى المركز الثالث ثالث المراكز ارى الغدوم في هذه اللحظات من شعار سمو الشيخ حمدان الراشد المكتوم على ظهر آه الشايب وعمليه التضمير والتدريب تعود مع سعيد بن سالم لنيبي اللي رغبها في عمليه التضمير والتدريب بينما اللي تتقدم زميلتها على المركز آه الرابع من زاوية اليمنى في هذه اللحظات اللي تتقدم هذه هي هملولة بشعار سمو الشيخ حمدان بن المكتوم وسعيد بن سالم لنيبي اللي يتولى عملية تضميرها وتدريبها أما خامس المراكز هذه اللي وصلت الشاهنية لأحمد بن عتيق بن عبيد الرميث والكيلو والمتر الأخير خلاص مشاهدين العزاء افتتحنا هذا الكيلو المتر الأخير بقيادة الشاهنيه الشاهنيه على مقدمة هذا الشوط تسيطر على زمام الامور لمانع بن خليفه بن رشيد سلام يا جميره سلام جميره 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 السلام يا دل السلام يا دل دربه الى هالجميره كما عودهم هذا الشعار شعار خليفه بن رشيد مانع بن خليفه بن رشيد السويدي اسعد الله صباحك بكل خير يا ابو مانع على هذا الاداء اللي تقدم لنا الشاهنيه في مقدمه هذا الشوط هذا الشعار اللي ايضا لهم كاريتة ولا وايضا مشجعينه في دوله الامارات وفي خارج دوله الامارات سلام سلام على هذا الاداء اللي تقدمه الشاهنيه لمانع بن خليفه بن رشيد السويدي بدون اي منافسه على الاطلاق في مقدمه الشوط واسعد الله صباحكم يا هالجميرة سلام يا الدنيا دبي على هذا الاداء تقدم لنا الشهرية هنية اللي مانع بخليفة بالرشيد السويدي المركز الثاني اللي اتت فيه خيرة محمد بن ناصر بن طويل بن المنصوري المركز الثالث المركز الثالث اللي اتت فيها هملوله بشعار سمو الشيخ حمدان بالراشد المكتوم والمركز الرابع فاصبح من نصيب ايضا الشاهنيه لاحمد بن عتيق بن عبيد بن حارب الرميثي والمركز الخامس فكان من نصيب الشايبه بشعار سمو الشيخ حمدان بالراشد المكتوم بمتابعه سعيد بن سالم أليني بي. هكذا مشاهدينا الاعزاء النتيجه للخمسه المراكز الأولى نعود بثانية وناموس إلى مالك الشهر